ولو قال قائل إن الله عز وجل يعلم ما سيكون، فلما لم يكن موته عليه الصلاة والسلام في بيت غير بيت عائشة؟ فالجواب عن هذا أن الله عز وجل يجعل بعض الأشياء امتحانا واختبارا، كما حصل في حكمة النسخ، فإنهم زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام يتغير قوله، وإذا قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والآية التي في سورة النحل وهي وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فإنها من باب الفتنة والاختبار. وأما كونه يموت عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة له فائدة. ما هي الفائدة؟ أولا محبته عليها الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، وإذا في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين لما سئل عليها الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وهذا معلوم لدى نسائه، ولذا سودة لما خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت يومها لعائشة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان ينقل به من بيت إلى بيت من بيوت نسائه، فكان يقول أين أنا أين أنا، ففهمت نسائه أنه يريد عائشة، فدخلت فاطمة رضي الله عنها فرضي زوجاته بأن يمكث عليه الصلاة والسلام عند عائشة. من باب ماذا؟ من باب محبته عليه الصلاة والسلام لها ومحبته لأبيها. الفائدة الثالثة أن حجرة عائشة رضي الله عنها قريبة من المسجد، فلعله عليه الصلاة والسلام أن يجد نشاطا أو بعضا منه فيخرج فيصلي بالناس، وهذا قد حصل فإنه صلى بهم في مرض موته. الفائدة الرابعة أن في مكثه في بيت عائشة من باب التأنيس لأصحابه رضي الله عنهم، وإذا في اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام قال أنس فرفع الستر فكأن وجهه ورقة مصحف ففرحنا، انظروا قالوا ففرحنا، فقربوا عليه الصلاة والسلام ورؤيته لهم ورؤيتهم له فيه أنس وتثبيت، لكنه أرخى الستر عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة أن يكون عليه الصلاة والسلام مطلعا على حال أصحابه كيف حالهم في غيبته، ولذا لما أراد عمر أن يتقدم فيصلي بالناس فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ولذلك قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين يبكي يغلبه البكاء إذا قرأ القرآن، قال عليه الصلاة والسلام إن كنا صيحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلهذه الاعتبارات أو لغيرها كان وجوده عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وإذا كانت تداويه مداواة مشفق، وكل ذلك شأن نسائه رضي الله عنهن، لكن عائشة رضي الله عنها كانت تضمه إلى درجة أن أخبرت أنه مات وهو على صدرها عليه الصلاة والسلام.